نستعرض معا مشاهدينا الكرام هذه الصورة الملفتة لمفتي أوكرانيا شيخ سعيد اسماعيلوف بالزي العسكري ضمن أفراد المقاومة الشعبية المدافعة عن العاصمة كييف ضد الغزو الروسي وربما نتابع معا هذه الصورة هو الذي يرتدي في هذه الصورة النظارات على يسار أو بل على اليمين هو هذا هو المفتي الشيخ سعيد اسماعيلوف ويعد مفتي المسلمين في اوكرانيا سعيد اسماعيلوف احد اهم الشخصيات الاسلاميه في البلاد لم يعش اسماعيلوف حياه هادئه كما يتوقع اي شخص في منصبه فقد غادر مسقط راسه عام 2014 عندما احتل الانفصاليون المدعومون من روسيا شرق اوكرانيا حاولوا القبض عليه واغتياله بعدما اصبح ناشطا ضدهم انتقل شيخ اسماعيلوف الى كييف، لكنه الان مع سقوط الصواريخ من حوله بات يخشى على الاوكرانيين عموما والمسلمين بشكل خاص لانه شهد تصرفات روسيا في شبه جزيره القرم بعد ان ضمت الاقليم الاوكراني ولا تبشر بخير للمجتمع الاوكراني المسلم. لم تكن الاجابه صعبه على اسماعيلوف عند سؤاله عما عن يجب فعله اذا اجتاحت القوات الروسيه مدينته حيث المسجد الذي يصلي به ومكتبه في المركز الثقافي الإسلامي فقال لن أبقى مفتيا سأخرج وأقاتل المحتلين للأراضي الأوكرانية الحرة سأموت أو أنتصر وناشد عبر حسابه الخاص على فيسبوك مسلم العالم للوقوف بجانب أوكرانيا لأنها على عكس روسيا بلد يحترم الإسلام